عنهم أجمعين. قال تعالى: وإن من شيعته، أي ومن شيعة نوح عليه السلام، لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ جاء ربه بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من الشرك، سليم من الحقد على أهل الإيمان، سليم من البدع والخرافات، سليم من النفاق، سليم من العجب، سليم من كل رذيل. وأول هذه الرذائل الشرك بالله والعياذ بالله. فالخليل قلبه سليم من الشرك ومن توابع الشرك والعياذ بالله. وهذا القلب الذي هو سليم من الشرك هو الذي ينفع أصحابه يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شهد الله للخليل عليه السلام أن قلبه سليم صلى الله عليه وسلم. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ وبلا شك أن القلب السليم يدفع إلى عمل صحيح صادق. فالقلب وحده لا ينفع، وإنما الإيمان كما لا يخفى عليكم إيمان يستلزم عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان قول وعمل واعتقاد.